ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. من جانب الحضور يجب عليهم الإنصات والإقبال والاستماع والاستفادة، أما من لم يهتم بها هذه صفة المنافقين الذين لا يهتمون بخطبة الجمعة وإن حضروا، ولهذا ذكر الله عنهم في قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يسألون بعد ما يخرجون ما هو الذي قاله الرسول، وهم حاضرين سامعين، لأنهم لم يقبلوا على الخطبة ويلقوا لها بالا. هذه صفة المنافقين، كانوا يسألون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا خرجوا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنهم لم يحضروا. هذه صفة المنافقين، فالواجب الاهتمام خطبة الجمعة. مع الأسف الآن يتأخرون عن حضور الخطبة، منهم من تفوته الخطبة كلها ولا يحضر إلا عند الإقامة، أو لا يحضر إلا في آخر الصلاة ولا يهتم بحضور الخطبة. كثير من الناس الآن لا يهتمون بالخطبة، تأخرون ولا يحضرون إلا عند الإقامة أو بعدما يفوت أول الصلاة. هذا حرمان عظيم